النهارده والله بشكر اللعيبه، كنا ماشيين بشكل كويس جدا لغايه الدقيقه 90، بنحاول نرجع للماتش، يمكن في اخر 7 دقايق بس الريتم نزل شويه، قدر ان هم يسجلوا هدفين في الوقت الضايع. فانا بقول هارد لك للعيبه، ولسه عندنا ماتش مهم الماتش اللي جاي على ميداليا، فنحاول احنا نركز عشان نطلع بحاجه ايجابيه من البطوله ان شاء الله. زعلانين من كره قفشه بتاعت التعادل يعني؟ لا خالص، وارد كل لاعب بيضيع، وارد ما يكونش قفشه، وارد يكون انا، وارد يكون اي حد تاني. فبقول للعيبه هارد لك، ما يزعلوش، ونركز في اللي جاي ان شاء الله. كيف ممكن تفسر اليوم الاقصى؟ هل كان تفوق تقني لريال مدريد على حساب الهلال؟ لا والله، انا يعني شايف ان احنا ماشيين لغايه الدقيقه 90 ند بند، كان 2-1، كان ممكن نرجع للمباراه في اي وقت، بس زي ما قلت لك احنا يمكن في اخر 7 دقائق دي نقطه التحول بتاعه الماتش. فانا بقول هارد لك زي ما بقول كل مره للعيبه، مش عايزهم يزعلوا ويفكروا كتير في الماتش، لسه في ماتش مهم كمان يومين بالظبط، فلازم نركز جدا عشان نطلع بحاجه ايجابيه زي ما قلت لك. قدمنا مقابله ممتازه، مقابله اخلقنا فرص، كنا قريبين من تعديل النتيجة في آخر المقابلة، لكن هذيك أحكام الكرة مع فريق كبير كما النادي الأهلي كما ريال مدريد، ما تسجلش أهداف نجم تقبل في أي وقت، لكن المقابلة بتاع اليوم ناخذ منها برشا عبارة، نحاول إن شاء الله نصلح أخطائنا اللي عملناها في المقابلة بتاع اليوم، عشان نحاول إن شاء الله نكون متأهلين إن شاء الله للمرتبة إن شاء الله. إحنا ما كناش مركزين مع اللي قاعد يصير خارج الملعب، إحنا مركزين عندنا 90 دقيقة مع ريال مدريد، كنا مركزين كما يلزم، كنا طموعين إن إحنا ننتصروا، لكن الله غالب هذيك هي كرة القدم، مع فرق الكبار ما تكونش حاضر وقدام المرمى تنجم تقبل أهداف في أي وقت، وذاك اللي حصل لي. معلول هدف واحد فقط، لكن هدف وزنه من ذهب أمام فريق ريال مدريد، ربما يدخل سجلك الشخصي، إحساسك بهذا الهدف؟ عمره ما كان عندنا أهداف شخصية، إحنا هنا فريق كرة قدم، عندنا أهداف فريق كامل ونتأهلوا، ما عندناش أهداف شخصية، هدف كما أي هدف صحيح مع ريال مدريد، لكن كان الأهم أنه يكون بانتصار، لكن اليوم ما صارش الانتصار، إن شاء الله المقابلة الجاية. والله يعني إحنا ضيعنا فرص كتير قوي، لو كانت في فرص من دي جت في أول الماتش كان يعني سير الماتش ما كانش هيمشي كده خالص، هم استغلوا الفرص اللي جات لهم وأحرزوا الأهداف، بس اللعيبه كلها عملت اللي عليها وقدموا 90 دقيقه احسن حاجه عندهم، النتيجه بتاعت ربنا وخلاص، هي صفحه واتقفلت، ونركز بقى ان شاء الله في الثالث ان شاء الله نرجع بميداليا باذن الله. حسيتوا انكم مدعومين بالجماهير المغربيه اليوم؟ طبعا الجماهير المغربيه كلها بتشجعنا، وعلى طول يعني الثلاث ماتشات اللي لعبناهم كانوا في ظهرنا وكانوا معانا، ودي حاجه كويسه قوي بشكرهم عليها طبعا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.